صباح الخير مشاهدينا ومتابعينا الكرام على صفحة تكمل العربية، معكم جزاف ظهري محلل ومدرب معتمد في أسواق المال. طبعا بهذه الجلسة الصباحية ومع يعني افتتاح أسبوع تداول جديد، للأسف امبارح ما قدرنا غطينا الجلسة الصباحية، فطبعا هلا عم نقوم بتغطية مباشرة عند افتتاح الأسواق الأوروبية. هل يا ترى في البداية طبعا بدي أحذركم من المخاطر الموجودة عنا، وأنه سوق الفوركس منه مناسب لجميع المستثمرين، وأنه طبعا ممكن الخسائر تتجاوز رأس مال المستثمر اللي أودعها في البداية طبعا من ورا السليبج وفجوات السعرية. من هناك على طول بعطيكم علم وبقلكم أغلقوا مراكز الشراء أما البيع قبل نهاية عطلة الأسبوع، كمان لنقدر نكون عم نفرس بأمان وبالنا مرتاح، لأنه مع افتتاح السوق بأسبوع تداول جديد أنتم بتعرفوا أنه ممكن الفولاتيليتي والتقلبات تبتدي بفجوات سعرية، وخاصة مع افتتاح سنة تداول جديدة. شو يعني؟ يعني بدكم تنتبهوا على أنه مع افتتاح سنة 2019، أوكي، طبعا بهذه الحالة ممكن يكون عندي بعض التغيرات الاقتصادية والتشنجات العالمية، فهذا بيعني انه طبعا ممكن نفتح على فجوات سعرية بسوق الفوركس مع افتتاح سنة 2019. مش هيك؟ بدكم طبعا تنتبهوا من التقلبات وتغلقوا مراكزكم قبل نهاية هذه السنة، يعني هذا الشهر التداول من اخطر الاشهر التداول اللي ممكن يمر علينا. طبعا بهذه الحالة ممكن نرجع نبتدي بتحاليل إذا بدكم أخرى، ونبتدي بالعملة الأوروبية الموحدة اللي هي طبعا يكون عندي إذا بدكم بعض التحاليل التقنية على العملة الأوروبية الموحدة على سبيل المثال، وكنا شاهدنا كعان أوطن بعض البعض، وهذا بيعني طبعا نقاط دعم مهمة ونقاط خلينا نقول طلب، خلينا نسميها على زوج اليورو دولار. شو يعني نقاط طلب؟ يعني كل ما يكون عندي انخفاض لتسجيل قاع جديد عم نرجع نشهد إذا بدكم بعض الفريق الثيران عم بيجي يدخل على الرسم البياني، وطبعا ممكن يبتدي بارتفاع اليورو دولار. صباح الخير وعليكم السلام، أهلا وسهلا فيكم. لكن هذه المناطق عم تكون نقاط دعم لزوج اليورو دولار، هذا الشيء طبعا بيعني انه ممكن على المدى القصير او الوسط خلينا نقول نرتفع لزياده مستوى 115-60، ولكن بالنسبه للمضاربه وبرسم بياني امسي اللي هو شاهدنا فيه اذا بدكم بعض التغيرات على زوج اليورو دولار، وطبعا كنت قلت لكم انه عندي نك لاين او انفرس هيد اند شولدرز وهو نمط الراس والكتفين، وكنا قد دخلنا اذا بدكم النك لاين والرقبه، وهذا الخط هو خط مقاومه اكثر من واضح، فبهذه الحاله نتوقع انه ممكن بكل بساطه يكون عندي انخفاض من هذه المستويات، وطبعا هذه القمه يكون اذا بدكم تم تثبيتها بشكل او اخر ولا يتم اختراقها بشكل سهل خلينا نقول من قبل العمله الاوروبيه الموحده، فهذه القمه اللي هو مستوى ال 114.40 هي القمه المنتظره لزوج اذا بدكم اليورو دولار، اوكي، وبهذه الحاله طبعا ممكن نرجع ندخل بمراكز بيع وطبعا نعرض وقف خسارتنا والستوب لوس فوق اخر قمه تسجلت عندنا. هلا بالنسبه لي طبعا اتوقع انه اليورو دولار كان اذا بدكم بده يبتدي موجه اندفاعيه باتجاه الهابط، واقلها زياده مستوى 112.10، من هذه المستويات برجع بفكر بمراكز شراء، فطبعا اذا بدنا ندخل نفكر بمراكز بيع من هذه المستويات مع وقف خساره فوق اخر قمه بنكون عم نحدد الخساره وستوب لوس بشكل او اخر. اوكي، طبعا بالنسبة لإلي الانخفاض اللي ممكن نشهده على العملة الأوروبية الموحدة ممكن تدعم بانخفاض العملات الرئيسية الأخرى مثل الاسترلين، وما في شك إنه قاع أكثر من قوي إذا بدكم تم اختراقه وعم يرتد عليه السوق لنكفي اتجاه الهابط على الجي بي بي يو اس دي، يعني إذا في حال أيضا بدي أفكر بمراكز بيع على استرليني دولار طبعا وقف خسارة فوق آخر قمة اللي هي مستوى 128.08، بعرف بعيد الوقف الخسارة، ولكن طبعا هذه الأشخاص اللي بده يدخلوا بمضاربة بدهم ياخذوا بعين الاعتبار إنه شهر ديسمبر وتقلبات مرتفعة كثير، فما في عندي وقف خسارة أقرب من هذا هذه القمة الموجودة عندي تنقدر ندخل بمراكز بيع على استرليني دولار. اكيد منه اذا بدكم منا مناطق مغريه للشراء على استرليني دولار، وخاصه مع اختراق قاعان جديده والتداول تحت اخر قاعه تسجيله عندي اللي هو قاعه تقريبا 126.50، فبهذه الحاله طبعا اختراق هذه المناطق تعتبر مناطق اذا بدكم سلبيه والمسيطر عليها فريق الدبب بالطبع. اما بالنسبه للمركز اللي دخلت فيه انا بجلسه امس هو تقريبا مستوى اليورو استرالي خلينا نقول، اوكي، بالنسبة طبعا لليورو اي يو دي نتوقع ضعف اليورو مقابل الاسترالي دولار، اوكي، فبالمبدأ
اليورو استرالي هو هي طبعا الفرصه الوحيده اللي عندي اياها بسوق الفوركس بالوقت الحالي، وهلا عم بيسجل السوق مستوى 158 10، اللي اتوقع انه يرجع يعمل ثلاث موجات تصحيه اقله. يعني ما عم بتكلم على اتجاه عام هابط انا، وانا ما عم بتكلم فقط على ثلاث موجات تصحيه لزياره مستوى 156 50، ومع تسجيل مستوى 156 50 بكون ابتدينا رجعنا بموجه اندفاعيه بالاتجاه الصاعد. يعني على المدى الطويل بعد عندي سيناريو ايجابي طبعا العمل الاوروبي مقابل الاسترالي دولار. وانا ما انا بالنسبه لي طبعا مجبور اخذ بعين الاعتبار هذه الموجات التصحيحيه قبل ما افكر طبعا بانخفاض على المدى الوسط للطويل. هلا طبعا بالنسبه لليورو استرالي يعني بدنا نحافظ على مراكزنا، وقف الخساره عارضينه على 158.95 158.95، مع تيك بروفيت او تحديد ربح 156.60، وهذه الموجات التصحيحيه اللي متوقعها على اليورو مقابل الاسترالي. خلينا ناخذ اسعار النفط على سبيل المثال، وهذا الانخفاض عم نسجله، هل يا ترى نحن عم نسجل ويفات اكثر من واضحه على انه هي موجات تصحيحيه وممكن نبتدي بموجه اندفاعيه بالاتجاه الصاعد، وباستعمال فيبوناتشي ريتريسمنت ممكن نحدد القاع خلينا من اخر قاع لاخر قمه وتثبيت مستوى ال 76.4 او 76.4% اللي هي بين مستوى ال 76.4 و 88.2 وبدايه موجه اندفاعيه بالاتجاه الصاعد خلينا نقول لزياده مستوى ال 55 او 56. فبهذه الحاله طبعا لتسجيل موجه جديده عم بتكلم على هون انتهاء موجه اي، اوكي بيج اي، هيدي اول موجه تصحيحيه خليني اسميها. عندي بيج بي اللي هي طبعا نتوقع انه ممكن تكون قد انتهت على هذا القاع اللي هو سجلناه على مستوى 49.40، هيدي بيج بي ثاني موجه تصحيحيه باتجاه المضاد، وانا ما نتوقع ايضا تسجيل موجه ثالثه بويف سي خليني نقول اللي هي طبعا نتوقع زياره مستويات ال 56. فبكون سجلنا ثلاث موجات تصحيحيه اي بي سي او دبليو اكس واي لزياره مستويات ال 55 56. طبعا ما في شك انه اختراق مستوى او ويف سي لهذه المستويات نتوقع انه ممكن نبتدي بموجه اندفاعيه اكثر لزياره مستوى ال 59 خلينا نقول او ال 60 دولار لبرميل النفط، ومن ثم بدايه موجه طبعا خلينا نقول تصحيحيه او تكمله الموجه الاندفاعيه باتجاه الهابط لزيارة طبعا المستويات اقل على اسعار النفط اللي هي طبعا موجات اندفاعيه لزياره الموجه الاخيره اللي هي موجه ال 39 دولار المنتظره على اسعار النفط. هذا بيعني انه نحن هلا في صدد ارتفاع اخر موجه على الدولار كاد، وطبعا هذا بسبب العلاقه العكسيه بين الدولار كاد واسعار النفط. فهذه الموجه اللي نتوقع انه ممكن قد عم تنتهي قريب من مستويات ال 135، فبهذه الحاله بنكون انهينا الموجه التصحيحيه على رسم بياني اليومي قرب هذه القمم بالذات، وطبعا من هونيك بنرجع بنفكر بمناطق بيع وموجات اندفاعيه لزياره قيعان جديده، وطبعا استهداف مستوى ال 121 وحتى ال 120 على المدى الوسط للقصير. فطبعا هذه اخر موجه اندفاعيه لاسعار الدولار كاد، وطبعا هلا من وراء الموجه التصحيحيه اللي نتوقعها على اسعار النفط بالاتجاه الصاعد لمستوى ال 55 وال 57، هذا شيء ممكن ياثر بضغط سلبي على الدولار كان. اما بالنسبه للفرنك السويسري يعني ما تم اختراق خط المقاومه اللي موجود عندي، وهذا خط المقاومه بدكم تعرفوا انه مهم جدا وخاصه على رسم بيان اليومي والاسبوعي، ما فينا ما ناخذه بعين الاعتبار، ما فينا ما نقدر اذا بدكم نحدد خطوط مقاومه وخاصه على رسم بيان الاسبوعي، وخاصه اذا عندي قمم بهذا الشكل اعلى من بعضها البعض. فاتوقع انه يكون عندي اذا بدكم بعض الارتدادات الانخفاض لتكمله الاتجاه الهابط لزياره مستويات 0.97.20، يعني انخفاض 150 نقطة، وهذا الشيء طبعا بيؤدي لقوة على اليورو دولار، لأنه طبعا اليو اس دي سي اتش اف بيمشي عكس اليورو دولار، فانخفاض الدولار سويس لزيارة هذا القاع أتوقع أيضا قوة الدولار الأمريكي. صباح الخير استاذ علي، اهلا وسهلا فيك بهذه الجلسه. لكن طبعا بالنسبه لليو اس دي سي اتش اف وتكمله الاتجاه الهابط بخمس موجات اندفاعيه ممكن تؤدي لارتفاع اليورو دولار على المدى القصير، ولكن طبعا لا يعطينا اكتيفيشن يورو دولار وتاكيد على الاتجاه الصاعد ما في شك انه لازم يخترق اخر قمه تم تسجيلها عندي اللي هي 114.44. اذا ما تم اختراق مستوى ال 114.44 اتوقع انه ممكن كف اتجاه الهابط على المدى الوسط للقصير، فبدنا ننتبه من هذا الموضوع طبعا. اوكي فهيدي بالنسبه لليورو دولار او بالنسبه طبعا للعمله الاوروبيه الموحد، اذا في حال بدنا ناخذها بعلاقه مباشره او علاقه ايجابيه بينه وبين الدولار السويس او الفرنك السويسري.
اما بالنسبه للدولار ين من العملات الرئيسيه اللي ما بنصح حدا يتداول فيها، وخاصه في شهر ديسمبر، يعني هي بشهر جانوري وفبروري ومارش وابريل هي من العملات الرئيسيه اللي بيدخلوا بمراحل افقيه اذا بدكم ممله جدا، وكيف لا يكون شهر ديسمبر، فبنصحكم بعده عنا بشكل جذري. اما بالنسبه للمؤشرات الامريكيه كنا سجلنا قام مهم جدا بجلسه امس، وخاصه على الاس بي 500 اللي قلت لكم انه ممكن نرجع نسجل، خلينا نقول قام مزدوج قرب هذه المستويات ونبتدي بموجه اندفاعيه باتجاه الصاعد. هذه الشمعه اللي شاهدناها امس هي ما في شك انه شمعه ايجابيه، فتوقعوا بدايه موجه صاعده للمؤشرات الامريكيه وخاصه بجلسه اليوم وغدا، وبهذه الحالة ممكن نرجع نشهد إذا بدكم ضعف للعملات الرئيسية مقابل الاس بي 500 والداو جونز، اللي هو ممكن يبتدي موجة اندفاعية طبعا لزيارة قمم جديدة. يعني طبعا شراء هلا الاس بي 500 منه يعني شيء بسيط جدا، لأنه إذا بتعرض وقف خسارة بتعرضه تحت آخر قاع، وآخر قاع 2580، يعني عم نتكلم على 50 أو 55 نقطة للاس بي 500، وهذا الشيء طبعا منه مسحة لأنه وقف خسارة بعيد جدا. ولكن اذا في حال بدي افكر بالاستثمار ممكن انتظر ثلاث موجات ارتداد وتصحيحيه للاس بي 500 بالاتجاه الهابط، خلينا نقول اذا عامل موجات تصحيحيه بهذا الشكل وابتدى بالارتفاع، فبهذه الحاله ممكن اعرض وقف خساره تحت القاع اللي عم يتسجل عنه. اوكي، فبهذه الحاله ممكن يكون وقف الخساره اقرب من اخر قاع تم تسجيله. فطبعا بهذه الحالة اتوقع تكمله الاتجاه الصاعد للجيرمان داكس ايضا، يعني اذا في حال عم توقع ارتفاع للمؤشرات الامريكيه، وبهذه الحاله ممكن يكون قد انتهينا اي بي سي طبعا لهذه المستويات، ممكن نبتدي بالاتجاه الصاعد. اذا في حال بدنا نفكر بشراء النفط، اذا في حال بدنا نفكر بشراء النفط وباخذ بعين الاعتبار على انه نحن هلا عم نسجل موجه بي قرب هذه المستويات، ما في شك انه وقف الخساره بده يكون تحت اخر قاع تم تسجيله عندي على رسم بيانه 86.4% او 88.2%. فبالنسبه لي طبعا من اخر قاع لاخر قمه، اوكي، تثبيت هذه القاعان اللي هي مستوى 96.4% مهم جدا عند ال 50-50، وايضا مستويات 88.2% اللي هي قرب مستويات 49-90. يعني اذا بدي اعرض وقف خساره بده يكون تحت تقريبا 49-90، يعني عم نتكلم على 80 او 90 نقطه وقف خساره، ولكن تحديد الربح رح يكون تقريبا 500 نقطه. فالريسك تو ريورد ريشيو انه نبتدي بشراء النفط من هذه المستويات منا غلط ابدا، ولكن طبعا لازم نحط وقف خساره تحت اخر قاع، منه هالاستثمار المناسب الرائع خلينا نقول الفرصه الذهبيه، ولكن ممكن نجربها لانه نتوقع زياره موجه ثالثه تصحيحيه، لا طبعا لمس او ملامسه مستوى ال 55 دولار وحتى اكثر. اوكي، فبهذه الحاله ممكن نجرب هذا المركز، ولكن ما في عندي اي فرصه ذهبيه بالنسبه للسوق غير اليورو استرالي اللي هي انا داخل فيها امامكم بجلسه امس. وطبعا هذه اليورو استرالي، اليورو مقابل الاسترالي، نتوقع ضعف اليورو مقابل العمله الاستراليه. هلا بالنسبه لي طبعا يعني ما عندي اي شيء اضيفه بالنسبه للعملات الرئيسيه، كنت حابب بس بشكل او اخر مر بشكل سريع على العملات الرئيسيه وايضا المعادن. بعد عندي اسعار الذهب اللي ممكن نمر عليها، وعم بتلاحظوا انه قوه اسعار الذهب على المدى القصير ما في شك انه ممكن تكفي، وباستعمال التحاليل التقنيه البسيطه والنفق ميل على ارتفاع ممكن نزور مستويات ال 1265، ومن ثم التفكير وبدايه التفكير بموجه اندفاعيه بالاتجاه الهابط واشاره مضاده لهذه الموجه التصحيحيه بنفق ميل على ارتفاع. ولكن ما في شك انه هذا النفق ميل على ارتفاع انه هو طبعا خلينا نقول يعني موجه تصحيحيه لاسعار الذهب، وهذا بيعني انه ممكن نرجع نبتدي بموجه اندفاعيه بالاتجاه الهابط. ليكو السيناريو اللي عم فكر فيه انا انه هلا يكفي اتجاه الصاعد اسعار الذهب، تكفي اونصة الذهب بالارتفاع لتثبيت مستويات 1260-1270، ومن ثم اغلاق لراس السنه اسعار الذهب على هذه المستويات، وبدايه افتتاح سنه جديده بفجوه سعريه هابطه، اوكي، وبدايه الموجه الهابطه طبعا وسيطره فريق الدبابة. فانتبهوا، مش هناك اخر هذا الشهر بدنا نغلق مراكزنا ان كان شراء او بيع، وبدنا ننتبه من فجوات سعريه ضخمه ممكن نشهدها مع افتتاح السنه الجديده، وخاصه على اسعار الذهب، او خلينا نقول على الدولار كاد او على اليورو دولار وعلى العملات الرئيسيه وخاصه المؤشرات الامريكيه. فبهذه الحاله طبعا بدنا ناخذ بعين الاعتبار على انه هذه السنه اوكي عن نهايتها، وديسمبر 30 بدنا نكون اغلقنا جميع المراكز الموجوده عندنا وفرص الاستثمار اللي داخلين فيها.
ما عندي اي شيء اضيفه لهذه الجلسه، انا بتشكر وجودكم ودعمكم لالي بشكل يومي. ما تنسوا تعملوا لايك وشير لهذا الفيديو الصباحي. كان معكم المحلل التقني جزاف ظهري من شركه تكمل. الى اللقاء.